ودي مد الجمعة 12 فيفري 2021، توا نص نهار وثلاثة دقائق كالعادة، نتواصلوا من توا حتى الماضي ساعتين ساعتين من زمان، نرجع فيهم بالقراءة والتحليل على آخر مستجدات الوضع في بلادنا. ضيفنا بقتي الماضي ساعة يكون حاتم المليكة نائب البرلمان، نرجع معاه على الدعوة اللي تم توجيهها لثلة من النواب للقاء السيد رئيس الجمهورية بعد اللقاء. الأزمة مازالت تراوح نفسها، تراوح مكانها عفوا، بعد إجابة المحكمة الإدارية في الاستشارة اللي كان بعثها رئيس الحكومة هشام المشيشي، وين ماشي الأمور. وبعد شوية نسمع موقف هشام المشيشي، هل يستقيل هشام المشيشي؟ الإجابة بعد شوية بشكون بصوت هشام المشيشي وإجابة هشام المشيشي. سينو كيب العادة، ترفقكم معاذ في العداد، حبيب من وراء الكونسول، أحمد المناري في التصوير والإخراج الرقمي، إيمان مديحي لطفي العميري، وإبراهيم الوسلتي من قدام الميكرو. صباح النور لطفي. بونجور إيمان، إبراهيم وجميع مستمعي راديو ماد، إن شاء الله نهاركم سعيد ونهاية أسبوع أسعد يا رب. برهوم أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ونشوفوا ربيع بداية ربع إن شاء الله، يعني حاجة باهية. أما لا يغرنك الطقس، خطر غدوة كرامو حسب الميتيو، فما تغييرات منتظرة في الأحوال الجوية، أمطار واحد مازلنا مستحقين شوية أمطار، أولا الماشي ثانيا الموسم في لاهي، إذا ما تماش تعرف مطر من هنا لخر الشهر هذا تولي الأمور متعكرة شوية. ماذا بينا مطر، راهو هما اللي يقولوا طقس جميل، راهم التوريست اللي يجوا للبلاد، احنا بلاد عايشة بالفلاحة، دونك ما فهمش مطر ما فهمش ما ناكلو. والفلاحه هذه بلا شامونيتر هاو في جندوبه الناس، معتصمه لانه ما عندهمش لامونيتر. يا ربي ترحمنا بالامطار وايضا بجلاء الغمه نتاع فيروس كورونا. الحقيقه الى حد الان البارح ندوه صحفيه للسيد وزير الصحه دكتور فوزي المهدي اللي يقول ان المؤشرات بدأت تنفرج شوية الأوضاع، لكن تم الإقرار التمديد في نفس الإجراءات الحالية إلى حين 7 مارس القادم. شكرا على اختياركم وجهة الصون 4.1 في تونس الكبر والكابون، تسمعونا على الصون بوزيغو في نبلو الحمامات، وتابعونا على www.radiometunisie.com. Tout le récent fait la journée à la son finale de Hamlet. 104.1 fait tout le souk à bon. À la journée, une vague de bonheur. Vague de bonheur. حكيت العادة tout de suite. فاش تحكي؟ اش تحكي؟ عن المعنويات يحكي لطفي العميري. فعلا إيمان، نعرفوا اللي الدنيا يقول لك معنويات، وخاصة كي تبدأ في ظرف صعيب ويقول لك الحرب تتكسب بالمعنويات قبل ما تكسب على الميدان. أنا قدامي البارومتر السياسي نتاع شهر فيفري 2021، مؤسسة سيجما مع جريدة المغرب، وأبرز عنوان فيه إيمان يقول التشاؤم في أعلى مستوياته عند التوانسة. نحكي على 89.8 من التوانسة يجمعوا على أنه تونس تسير في الطريق الخطأ، و 70.9 من التوانسة يقولوا راهو الوضع المالي الحالي للأسرة التونسية أسوأ من السنة الفارطة. يعني بصراحة زوز أرقام مخيفين. علاش نقول مخيفين؟ لأنهم يجيوا وإحنا في ذروة الأزمة السياسية، وإحنا في ذروة القطيعة بل الصدام بين مؤسسات الدولة. الخطاب السياسي اللي قاعد يروج توا عند مختلف الفرقاء لا يكاد يخلو من كلمة الحرب الأهلية. ما يطمنش الحرب الأهلية، لا قاعدة تتقال العبارة هذه بصريح، معناها العبارة لطفي زيتون حذر من الحرب الأهلية وغيره 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 وغيره. الكلمة هذه اللي قبل كانت تظهر لنا من 7 المستحيلات، كنا نتفرجوا فيها في التلفزة في دول أخرى وشعوب أخرى ونتمنى لهم معناها لفرنش. السلام والوئام. اليوم تبين بالكاشف أنه سنعرف باكوزاتر أنه تنجم في لحظة، وقت يقولوا 10 سنين رأي لحظة في تاريخ الشعوب، تنقلب الأمور من النقيض إلى النقيض. هي روع عمر الدول وعمر الحضارات كما عمر الإنسان. قل لك فيها 3 أجيال، الجيل الأول اللي بناه ذاك يتسمى جيل التعب، والجيل اللي يجي يقطف الثمرة هذه يتسمى جيل الذهب، والجيل الأخير اللي يجي حطم هذا كل يتسمى جيل الحطب.
في هذه ثلاثة مراحل عادة تمر بها الدول وتمر بها الحضارات. احنا نقول ان شاء الله مانيش احنا جيل الحطب، نبقيه ديما على بصيص من الامل انه يحضر شاهد العقل. ناهيك وانه الناس اللي تتخاصم ايمان اليوم على الكراسي وهي معناها باش يحكموا بلاد بالمعنويات هذه، بالفقر هذا، بالبطالة هذا، بالصحة هذه، بالنقل هذه، بالدراسة هذه، يعني بالواقع البائس والتعيس. الناس هذوم بيدهم معناها شملتهم الأرقام هذوم. كي نشوفوا رئيس قيس سعيد الشعبية نتاعو في تراجع مستمر، نحكي ولا 39%. شوفوا راشد الغنوشي يجي 77% من التوانسة ما عندهمش ثقة فيه. آخر شخصية سياسية التوانسة عندهم فيها ثقة هو السيد راشد الغنوشي. يعني هذوما للزوز اليوم هما اللي يتصارعوا، واحد شعبيته في تراجع والآخر معناها شعبيته في أدنى المستويات. يعني بالأرقام المرة هذه نحكيه أنه الأمور في البلاد متأزمة إلى أبعد حد. إذا المؤشرات هذه ما تنظرش معناها بغد صعب ومعقد جدا للسادة الناس اللي يحكموا في البلاد، ما نعرفش شنو اللي باش يقنعهم. احنا نقولوا ان شاء الله هذاك حد الباس، ان شاء الله يحضر شاهد العقل، لانه في النهاية انتهت حلول الارض وبقيت حلول السماء. حلول السماء شنو هو؟ الدعاء في الجمعة المفضلة. ابراهيم تحكي على خبر تعدى في المهموت. فعلا اخبار تعدى في المحموده، يبدو لي لاول مره يتم اصدار بطاقه ايداع بالسجن في حق محامي من اجل الانتماء لتنظيم ارهابي وتمويله وتوفير معطيات له. واحنا تحدثنا مرارا وتكرارا وان الارهاب راهو قاعد يتمعش ويتعشعش لانه عنده حاضنه حقوقيه وسياسيه واقتصاديه وفكرية بالأساس، ويبدو لي ليس المحامي الوحيد في البلاد اللي هو قاعد في تواصل مع الإرهابيين ولا قاعد يدافع عليهم. ما ننساوش احنا انه حتى في صلب البرلمان شفنا شنية اللي صار في وقت ما، وقت اللي تم إدخال واحد في شيء SD7 عنوة للبرلمان، وفي مناسبة أخرى شفنا كونه تم إخراج من مطار تونس كرتاج في اتجاه باريس واحد آخر في شيء SD7 عنوة رغم أنف وزارة الداخلية والأجهزة متاعها. الدراسات من قبل نائبة في مجلس الشعب، من طرف نائبة في مجلس نواب الشعب. الدراسات تقول الرسمية، فما دراسات أكاديمية في مركز دولي موجود في لندن تقول وأن صادر في جويلية 2018 أنه راو عدد الدواعش المقاتلين الموجودين في داعش 41,490، شوف الرقم معناتها بالضبط، منهم 32,809 من الرجال و 4,761 امرأة و 4,640 من طفل. هذو ينتمون ل 80 دولة من بينها تونس. وتونس نعرفه وأن التقارير الدولية مجمعة تقريبا وأنها من أكبر البلدان اللي تصدر في المقاتلين إلى المنظمات الإرهابية. وبعد دحر داعش في العراق وسوريا بالأساس الدواعش تفرقوا، فما فيهم شكون مشى المالي، وفما فيهم مشى البلد المجاور بتاعنا لهنا، وفما فيهم اللي دخل لتركيا. ولكن فما دواعش اللي تم القبض عليهم في تركيا وموجودين في السجون، وضغوطات تمارس على تونس بالاسترداد الدواعش متاعها هذن. وما نعرف وانا نعرف واحنا اكل الفصل 25 متاع الدستور اللي عملوه الجماعة وكانوا عملوه عنوة باش الجماعة هذون نهار اخر اللي يحبوا يروحوا يروحوا مكرمين معززين مبجلين. الأرقام نتذكر أن وزير داخلية سابق في البرلمان تحدث عن 800 واحد رجعوا، منهم تقريبا 300 إذا كان ما خلتيش الذاكرة موجودين حاليا في السجون، والأخرين راهم متوزعين وفما ملاحقة متابعة متاعهم من طرف الأمن التونسي. لهنا نقولوا احنا خاطر في خضم المعركة هذه السياسية اللي طغات وألقت بذلالة على الوضع العام في البلاد ونسينا كل شيء، هذن رجعوا قداش رجعوا، وين موجودين، وشكون الاطراف اللي قاعده باقي توفر لهم في الحاضنه هذه. وشفنا احنا شنو اللي صار مؤخرا، استشهاد 4 من جنود نتاعنا لانه فما لغم
اللي موجود اللغم ذاك واللي تكلت عليهم، وشفنا زادة أيضا شنو اللي صار حتى قبل، أنه دائما الدواعش هذونا باقي يتحركوا، وفما شكون يقول راهم موجودين فيما بيننا في الأحياء ويخرجوا في الليل وقت اللي يحبوا يخرجوا يخرجوا. هكا علاش احنا توا قاعدين نهتكوا في المؤسسة الأمنية وقاعدين، والمؤسسة العسكرية توا المؤسسة العسكرية اللي هي بالكامور في عودة الهادي بالحدود، انا شنو شكون باش يدخل شكون ما يدخلش، والمؤسسة الأمنية اللي لا هي في المظاهرات وفي المسيرات والناس قاعدة تشوف فيها مشتت الجهود نتاعها، مشتتوا الجهود نتاعها، ومن بعد نقولوا الدواعش هذو كيفاش قاعدين يتمعشوا ويتعشعشوا فيما بيننا. انا باش نمشي الى الايجابي في التوانسة، ونتحصل الدكتور علي سعد رئيس قسم علوم الوراثة الخلوية وبيولوجيا الانجاب في مستشفى فرحات حشاد بسوسة البارح تحصل على جائزة احسن طبيب عربي لعام 2021. أحسن طبيب عربي هو التونسي، وهو الدكتور علي سعد رئيس قسم علوم الوراثة الخلوية وبيولوجيا الإنجاب في مستشفى فرحات حشاد بسوسة، وخذ الجائزة هذه متاع أحسن طبيب عربي تقديرا للنجاحات اللي حققها على رأس فريقه لفائدة مرضاه والجهود المتواصلة اللي قاعد يبذل فيها لدعم التكوين والبحوث في الاختصاص الدقيق هذية، بدورها وزارة الصحة وعلى رأسهم وزير الصحة دكتور فوزي المهدي. خرجت بلاغ على صفحة الرسمية تقول بكل فخر واعتزاز تتوجه وزارة الصحة بكافة إطاراتها وأعوانها، وفي مقدمتهم الدكتور فوزي المهدي بأحر عبارة التهاني والإكبار الأستاذ علي سعد رئيس قسم علوم الوراثة الخلوية وبيولوجيا الإنجاب بمستشفى فرحات حشاد بسوسة بمناسبة إحرازه على جائزة أحسن طبيب عربي لهذه السنة تقديرا للنجاحات اللي حققها على رأس فريقه لفائدة مرضى والجهود المتواصلة اللي مفاتئة يبذلها لدعم التكوين والبحوث في هذا الاختصاص الدقيق. هذا طور مثل الكفاءات هذه ما يتمش يعني استقبالها وتوسيمها بوسام شرف وسام جمهورية ولا وسام معناتها وغيره كفاءات أخرى قداش تعددنا من كفاءات. ربي جبرفيت أنا مش كيما ما يتمش توجيه الدعوة في الإعلام يا إبراهيم كيف يا يا إيمان ولطفي تتذكر احنا وقت اللي حكينا على اعتصام متواصل نتاع الأطباء الدكاترة أخيرا السيد بارح رئيس الحكومة جالهم البارح وجلس معاهم وتعهد بانتداب 2400 هاي حركة إيجابية ما يصيرش احنا نحيوها ولو هو قال لهم راهو أنا ما نحبش معناتها ولا لا الخطب الشعبوية، ولكن جيتكم بداية معناتها مليانة وإن شاء الله يفكوا الاعتصام تاعهم، خاصة وأن فما البعض منهم اللي داخلين في إضراب جوع توفى واحد ديجا توفى الله يرحمه، فما شكون تدهورت الصحة نتاعو. هذه معناتها المبادرة هذه واحد ما فيه باس يحييها ويقول له بارك الله فيك السيد رئيس الحكومة ميوفو تاركو جامي. نعم والله خلينا نقول ويجعلنا غابة والناس الكل حطابة. تو قلت قبيل إن شاء الله ما نكونوش احنا الحطب، تو قلت إن شاء الله نكونوا حطابة الحطابة بالمفهوم الإيجابي المفهوم الإيجابي الحطابة يا سيدي نحملوا الضرب على أساسا يجي شكون يستفاد. هذا المفهوم تاع المثل الشعبي لأنه احنا وقت تحدثنا على حكاية الدكاترة المعطلين وراديو ماد تحديدا نقف بالقدا مع النخبة هذه في عديد المناسبات، وتم استضافة ممثلين عليهم سواء في مقرنا هذا أو في الحمامات وغيره. وكانت تفكر اخر مره حكينا قلنا ليش السيد رئيس الجمهوريه وهو استاذ بالاساس ما يلتفتش للنخبه هذه وما يحكيش معاهم وما يشوفش معاهم حل، مشيلهم جوستوم من بعد استقبل منهم واحد، لكن ما شفناش حلول. فتحرك السيد رئيس الحكومه وشكل بعدي تو احنا التشكيب هذه محمود ومطلوب كي يبدو هكا معناها يتنافسوا من اجل خدمه الشان العام بصفه عامه فهذا محمود، اما انهم يتعاركوا على الرسائل وشكون بعث وشكون ما بعثش وانت غلطت وانت ما غلطتش وانت مفتوحه ولا مربوطه وغير، هذا بطبيعه الحال ما نجمش يقدم بينا ويساهم هو بيده في ربما تحطيم المعنويات نتاعنا. فكيما تحرك هشام المشيشي ان شاء الله التحرك ما يكونش مجرد وعود فقط، ماذا بينا الناس الاخرى اللي قاعده تعاني وعندها مطالب. صحيح نتفاهموا الظرف المالي الكارثي متاع البلاد، لكن ما فيها باس كي تمشي وتحكي معاهم وتسمع لهم وتوعد على الأقل على فترات، ما خير من أنك ناس تحتاج وانت معناها تعاملهم بتجاهل ومعناها لا مبالاة. نعم تسويت آخر وأهم التصريحات في الكلمة بالكلمة. الكلمة بالكلمة
وباش نبداو بتصريح قال الاخر جديد جديد للسيد رئيس الحكومة هشام المشيشي منذ قليل في ميكرو زميلنا مراسلنا رمزي العياري. المشيشي يقول لن استقيل ويستشهد بالراحل البيجي قايد السبسي. ناس أبناء المؤسسات ونعملوا المسارات المؤسساتية الكل كي توجهنا للمحكمة الإدارية احنا مشينا للمؤسسة عريقة عندها تاريخ في المجال هذايا والمحكمة الإدارية جاوبتنا بحاجتي. أول حاجة اللي عدم الاختصاص وهذايا حاجة كانت منتظرة ومعروفة، لكن جاوبتنا أيضا أن يراوا الاختصاص المطلق والحصري لفض الإشكاليات هذايا هو عند المحكمة الدستورية. المرحلة هذايا اللي قاعدين نمر بها تحسسنا اللي قداش ضرورة تركيز المحكمة الدستورية أصبحت ملح، وتذكرنا كذلك اللي قداش تأخرنا مسار هذايا واللي يظهر لي توا صار الوقت. أنا حتى كنت نتحدث مع كافة مكونات الطيف السياسي والطيف البرلماني ديما نستحثهم باش نسرعوا في مسار تركيز المحكمة الدستورية، لأن شفنا عدم وجود المحكمة الدستورية وين ينجم احنا باش نلقاو جميع الحلول الكفيلة باش كونوا تضمن استمرارية المرفق العمومي. الأزمة هذايا وعدم دعوة السادة الوزراء إلى أداء اليمين الدستورية السبب في تعطيل كبير ياسر للمرفق العمومي ولمصالح الدولة، واحنا ما عادش نجمو نزيدو نستناو اكثر من هكا. دونك باش نلقاو الحلول عندنا تصورات، احنا ديما منفتحين على جميع الحلول، منفتحين على الحوار. احنا طلبنا ساعة باش نعرفوه من الوزراء هذوم، وطلبت كذلك زاد الدعوة بقية الوزراء. ما فماش علاش احنا نقولوا فما مجموعة من الوزراء عندنا عليهم احتراز، دونك نعيطوا للناس لن استقيل. انا جندي في خدمة البلاد هذيا والجندي ما يزرتيش. فما واجب تجاه البلاد هذيا تجاه مؤسسات الدولة هذية، وسي الباجي رحمة الله عليه قال راه لا جيستيون دو ليتا سي اون افير سيريوس. هشام المشيشي يقول التسريع في مسار تركيز المحكمة الدستورية، الأزمة وعدم دعوة الوزراء عطل المرفق العمومي، ما عادش نجم ونستناو أكثر من هكا. رسلنا رئاسة الجمهورية وقلنا لهم شكونهم اللي عندكم عليهم احترازات كيما دعوت السيد الرئيس باش يدعو الوزراء اللي ما عندوش عليهم احترازات لتأدية اليمين. ما عادش نجم ونستناو أكثر من هكا، لن أستقيل، أنا جندي والجندي ما يزرتيش. لطفي العماري فكرني في غناية بوريس بيون ديزرتور. شوف رئيس الحكومة بطبيعة الحال هو دخل في صراع واضح يعني وصريح مع رئيس الدولة، وهو يعرف أنه هو كشخص هو المستهدف، وبطبيعة الحال باش يبرئ ذمته من الرأي العام اعتمد على الطرق الدستورية بدعوته لأساتذة القانون الدستوري. ولو أنه تمنيناه يكون أكثر ديمقراطية، بمعنى أنه ما يناديش كان الأساتذة اللي هما منتصرين لوجهة نظر بتاعه في تفسير الدستور، ما ضر لو أنه مع الأساتذة اللفيف اللي جاء هذاك كان موجود معاهم واحد كيما أمين محفوظ اللي هو عنده قراءة مختلفة. لكن كيما تصرف هو بالطريقة هذه الخالية من الديمقراطية والإيمان بالرأي الآخر، شفنا رئيس الدولة تصرف بنفس الطريقة عندما دعا النواب المنتصرين لوجهة نظره، ولم نجد أي نائب مختلف مع الرئيس ومع ذلك موجود في المجموعة هذيك. وهذا أكد لك اللي الديمقراطية مازالت حلم بعيدة المنال عن المسؤولين في الدولة. لو إنسان مش بمجرد ضغط على الزر يصبح ديمقراطي. الديمقراطية هي سلوك، هي ثقافة، هي دربة طويلة المدى. اليوم رئيس الحكومة يبدو أنه التصريح اللي أعطاه هو خلاصة خاصة اللقاء كما قلنا مع استاذ القانون الدستوري، ثم وخاصة مع الحزام السياسي بتاعه. ويبدو أنه الأغلبية داخل الاجتماع هذه دفعت بالسيد رئيس الحكومة إلى مزيد التصعيد وإلى على الأقل نقوله التمسك برأيه، وبالتالي واضح أنه معناه باش يمشي في خيار المواجهة مع رئيس الدولة. لكن كيف ستكون هذه المواجهة ربما من بعد نزيد نحكي تفصيل أكثر. بقي أنه سيد رئيس الحكومة يزم يفهم وهو يتحدث عن المحكمة الدستورية أنه المكون الأساسي للائتلاف متاعه هو الذي يتحمل المسؤولية كاملة في عدم تركيز المحكمة الدستورية، وهنا نتحدث عن حركة النهضة. سيد رئيس الحكومة، وهذا نداء نوجه المسؤولين كل رأوا الشعب هذي اللي تعبتوه وأرهقتوه على امتداد 10 سنوات هذي، وفي كل استحقاق
كان الشعب التونسي يعتقد أنه بداية الخلاص ثم يصاب بخيبة أمل أخرى. المرة هذه ولينا نقدم ونسوقه في بعث المحكمة الدستورية وكأنها الخلاص اللي باش يهز تونس من حال إلى حال. وانا خلينا نقوله باش ما نزيدوش احنا نساهموا في بيع الأوهام، أنه حركة النهضة وقت اللي كان بإمكانها باش تعمل المحكمة ما عملتهاش، لأنها تحب محكمة على مقاسها، تحب محكمة في يد وطوع السيد راشد الغنوشي. هذا الرجل لا يؤمن بأي مؤسسة دستورية لا تكون تابعة له 100% وتأتمر بأوامره، وهذاك في خلاف مع الباجي قايد السبسي حول اسم الاثنين تعطل بعث المحكمة الدستورية. المرة هذه يبدو أنه ما يدور في الكواليس أنه سيتم الإسراع بتنقيح القانون الانتخابي للمحكمة، أي أنهم يمشوا في مرحلة أولى في صورة عدم جمع 146 صوت 145 صوت، يتم في جلسة ثانية الاعتماد على 109 صوت. لا خمسين 132 لا 109 بشي أغلبية عادية الدور الثالث المشروع شمشيه للأغلبية العادية، 109 يسهل يعني لمينها تحصيله. ثم بطبيعة الحال يمشيوا للتوافق على 3 مرشحين، نعرف ثم مرشح ديجا موجود وقاعد يستنى. ليك وقت يجي نجيو للمرشحين نتاع الرئيس الأربعة قد لا يوقف. أولا صحن الرئيس نجم ما يوفقش على تعديل القانون، ما يختموش مش ما يوفقش إيه ما يختموش ما يرشح يعني قراءة ثانية، وينجم زاد ما يعين لكش 4 أعضاء لاستكمال التركيبة نتاع المحكمة الدستورية. يعني شوف كي نحكوا على الدورة أنا بس ولي مشلقة برشا هكيكا معناها شنو معناها حد ما عاد عنده اليوم لا يحشم ولا يجعل من الشعب التونسي هكترى فيهم. إذا هذا الدور إذا ما حشموش عروهم في الوضعية الموجودة في البلاد والعارك بالرسائل ورسائل مسمومة ورسائل غالطة ورس كذا، تتصور غدوة باش يحشموه؟ يبقى كل واحد باش يطلع فتوى ويعدي بها أموره. دونك هما بطبيعة الحال باش يمشوا في التوجه اللي حكيت عليه، هم يحبوا يحرجوا رئيس الجمهورية ويظهروه للرأي العام بمظهر من لا يريد ويرفض استكمال المؤسسة الدستورية هذه. دونك احنا تو في قلب الصراع، هشام مشيش يختار التصعيد، احنا من نجمه كان نتابعه وانت نجم توصل الأمور هذه، لأنه واضح بصراحة حتى كان مشايف الخيارات هذه ظهر الدولة باش يتواصل حالة الشلل اللي قاعدة تعيش فيها، وربي قدر الخير. يقول هشام مشيشي ما عادش نجمو نستناو أكثر من هكايا، الحلول موجودة وسنبادر بها. لا هو أكيد هو عامل يعني كيما نقولوا البلان بي نتاعو حتى البلان سي نتاعو بطبيعة الحال، أنه هو في مرحلة أولى هو طلب رسميا من السيد رئيس الجمهورية أعطيني الأربع أسماء اللي عندك عليها اعتراضات وأعطيني شنية نوعية الاعتراضات نتاعها، وعايت للبقية اللي ما عندكش عليهم احتراز، السبعة الأخرين خلي يأديوا اليمين وسميهم، خرج التسميات نتاعهم في الرايد الرسمي. ولكن احنا نعرف وأن راو السيد رئيس الجمهورية رافض التحوير جملة وتفصيلا، وقال هاني مش نبعث جواب للسيد رئيس الحكومة، نحدثوا على الخروقات الكل الدستورية. ما هي النقطة الثانية؟ البارح فعلا صار اجتماع مع بين السيد رئيس الحكومة ومكونات الوسادة متاعه، واجتماع دام أكثر من 3 ساعات، فما زوز أطراف معناتها زوز أطراف الكبرى من مكونات الوسادة يدفعوا فيه للتصعيد، وفما حتى دعوة إلى كونه الأنصار بتاعهم باش يهبطوا للشارع باش يدعموا السيد رئيس الحكومة، باه يهبط للشارع يدعم رئيس الحكومة. ومن بعد ده بالنسبة للمحكمة الدستورية، المشروع القانون موجود من عام 2018 البارح بركة يبدولي ولا قلت البارح وين مكتب المجلس قرر باش يحيلوا على الجلسة العامة باش يتم تنقيح بعض الفصول متاعه اللي كان يحكي عليها دولته. باقي أنه وقت اللي تسمع أنت خبراء القانون الدستوري وحتى بعض النواب من داخل المجلس الحالي يقول لك لا تقعد كان 145، تعرفش عليش فهمتني؟ لأن العضو الأولاني هذه اللي تم انتخابها ب 145 يقول لك ما نجمش يقول لك واحد هكا واحد هكا ديجا من ما غير ينقحوا بركة
القانون هذا الاساسي هو قانون اساسي دونك يلزم 109 باش يتنقح. غير يتنقح القانون هذا يصير طعن ثلاثة نتاعهم ومن بعد الثلاثه هذوك نحب لك انت امشي للمجلس الاعلى للقضاء باش هو ينتخب الاربعه نتاعو ومن بعد السيد رئيس الجمهوريه يعين لك الاربعه باش هو يعين الاربعه بحيث النجم نكملوا من 2024 والمحكمه الدستوريه لن تنتصب. ما تنساش انت معاش قال لنا حسون الناس في فما مساعي اليوم في الكواليس على اساس تنقيح معناها القانون نتاع الهيئه الوقتيه لمراقبه مشاريع دستوريه القوانين لحين وتعطي معناها تمكينها من صلاحيه المحكمه الدستوريه الى حين التسريع بارسال المحكمه. حسون الناس في تدارك رغم انه ماهوش اخصائي في القانون يقول لك لا وقت اللي ترجع للنص نتاع الدستور لا ما تنجمش تنقح الدستور. شوف اسمع باش ندخلوا السيد رئيس الجمهوريه كما تقول انت شد لهم جول غاديك مش تبعت له مشروع القانون هذا يرجع القراءة ثانية والقراءة الثانيه يلزمك اخوي تجيب ما لا يقل عن 145 يلزمك هذو تجيبهم باش نجم انا نصدر القانون هذاك ولا لن يختمه فهمت دونك زايد يلزم يلقاو الحل السياسي او لا يكون هما حتى الناس اللي التقاو بالسيد رئيس الحكومه الخبراء نتاع القانون الدستوري بالرغم انه هما ماشيين تقريبا في نفس التوجه نتاعو يقولوا له الحل سياسي او لا يكون نفس الشيء بالنسبه للنواب اللي قابلوا السيد رئيس الجمهوريه قالوا له الحل سياسي او لا يكون الحل السياسي ولا يكون اليوم من عام منظمة شغيرة نوردين الطبوبي يقول ويصرح على أنه طلب الحل في الأزمة هذية بين قرطاج والقصبة هو حل سياسي كما كنت تحكي سي إبراهيم وسلاتي والحل هو أيضا بناء جسور الثقة بين مختلف المكونات السياسية. الطبوبي قال طلبت من الوزراء الأربعة محل الخلاف الانسحاب وقال الطبوبي تنازل الأربعة وزراء هو تنازل من أجل الدولة وليس من أجل الأشخاص. لكن السؤال لطفي العمير كيفاش عرف نور الدين الطبوبي شكون هم الأربعة باش طلب منهم الانسحاب ورئيس الحكومة يقول لك أنا ما نعرفهمش الأربعة. بون اسمع تو ايمان بربي خل نزيد واحنا على مع ندخلوا في المسرحيه الناس كل نعرفوا الاربعه الوزراء اللي معنيين بالمؤاخذات نتاع السيد الجمهوريه ياسر علينا وعلى الناس اللي تسمع يعني كانوا كيما قلت لك المره فاتت في بال دمشق الناس كل نعرفوهم هذوما رئيس الدوله قال لك عندي ورئيس الحكومه يعرفهم عنده ونور الدين الطبوبي يعرفهم. هذا الحل السياسي لكن سيكون حل مؤقت لاننا كل بير زاد شوف يقبل بيه الرئيس ولا لا خاطر اليوم خاطر اليوم احتراز الرئيس على الشكل الزايد على مساله المراه وحضور المراه هو قد يقبل به الرئيس لانه اذا باش يرفض ينجم يتحط في وضع محرج لكن باش يقول لك الحساب تحت التوت نستناك في الدوله باش نعدي لك هذوما باش ما تحرجنيش قدام الراي العام ونظهر انا كرئيس دوله نعطل في دولي بالدوله وغدوه في الدوره باش نتقابلوا في مشكل اخر هيك نمشوا في حال الجذر يا ولادي ومن بعد على الاقل تبدا البلاد تتنفس. انا والله عندي اقتراح لهشام المشيشي اللي هو هشام المشيشي ينسحبوا الاربعه وزراء هذوم يعين لنا اربعه وزيرات نساء في البلايص نتاعهم نعرفوا بلادنا تزخر بالكفاءات النسائيه وفي مختلف الاختصاصات ثم انه النساء في الدوله التونسيه هن الأقل فسادا واللي أقل شبهات فساد عليهم هذي متأكدين منه. وهنا نشوفه توا تقريبا مع الناس امرأة شدت في الحكومات المتعاقبة وعلقت بها تهمة فساد يعني من السهل إيجاد أربعة نساء ما هو رئيس تسأل على شبه ما فماش نساء في الحكومة نتاعك السيدي هم الأربعة ناحية أربعة رجال وحتى أربعة نساء هنا مش يكون الإحراج مضاعف لرئيس الجمهورية لأنه رئيس الجمهورية ما هيش مشكلته بصراحة تمثيلية المرأة في الحكومة ولا في غير الحكومة وآخر واحد اليوم يتحدث على المرأة المتحرة هو قيس سعيد شفنا موقفه من مسألة التناصف المساواة في الميراث في خطاب 13 أوت ثم شفناه في نشاطه كرئيس دولة تغييب كامل لزوجته وهي السيدة الأولى في تونس وهي كما قلنا امرأة محترمة مثقفة أنيقة قافية يعني نجم يقدمها كمثال للمرأة التونسية لكن شفناه في زياراته للخارج معناها وخاصة لفرنسا وين التقى ماكرون مصحوبة بزوجته سيد الرئيس كانت الزوجة نتاعو مغيبة السيدة التونسية مغيبة ومن وراءها تغييب للمرأة التونسية دونك هذه ما هي جادة على التوانسة أنه الرئيس حريص على حضور المرأة في التحوير الحكومي. أنا في بلاصتي هشام المشيشي نوجه له
أربع نساء في بلاصة الأربع رجال وأربع نساء انضاف ما عليهم حتى شبهة، ومن بعد نتصرف ونشوف رد فعل السيد رئيس الجمهورية. إبراهيم. لا أنا كما نقول يعني نفس الشيء بالنسبة للمسألة هذه بالذات، أنه يبدو لي الحلول موجودة، والحلول موجودة إذا كان، ولكن يلزم التفاعل الإيجابي من طرف رئيس الجمهورية، لأنه هو توا أصبح بيده الحل والربط، مادام هو معناتها يقرأ في الفصول وهو يفصل بين الفصول، بالتالي يلزم هو يتحرك شوية وعلى الأقل يراعي الوضع بتاع الدولة بصفته هو الضامن لاستمرارية الدولة بالدستور، وهذا اللي أكد فيه ويكرر فيه مرارا وتكرارا، ماذا بينا هو يتفاعل إيجابيا مع أي مع مقترح هذا مثلا اللي جابه السيد نور الدين طابوبي، ونعرف أن السيد نور الدين طابوبي يلقى أذان صاغية لدى السيد رئيس الجمهورية كما يلقاها أيضا لدى السيد رئيس الحكومة. خلي تمر الأزمة هذه الساعة، العقبة الكأداء هذه بسلام، ثم بعد نجم نتفرغوا لما هو أهم، والأهم هانا شفناه جانا مثلا من الكامور، وشفنا شنو اللي صار البارح في الكامور، أنه الناس تحب تعاود تغلق الفانا من جديد، ولولا تصدي الجيش متاعنا ربما رم عاودوا سكروا الفانا من جديد. ها راهي تسكرت، راهي تسكرت البارح، وشفنا أنه حتى التصريحات اللي واحد ما يقول لك معناتها ولا لا في الاتفاق بيناتهم ما بين الكامور وما بين الحكومة، يعني ما بين التنسيقين وما بين الحكومة، يقولهم إذا فما خلاف نمشيوا لمجلس الحوار الوطني يحل لنا الخلاف. هالمجلس هذا يخدم مرة واحدة، اجتمع مرة واحدة ما اجتمعت، أنا نقترح عليهم يمشيوا الاتحاد الأفريقي ونمشيوا لمجلس الأمن. يعني حطيت ندية تنسيقية متاع الكامور فرد مرتبة هي والحكومة، إذا ما تفهمناش نمشيوا عنا حل هو المجلس الحوار الوطني. هل هذا معقول ولا مش معقول؟ هذا غير معقول، وشفنا احنا التصريح متاع السيد رئيس الحكومة مباشرة بعد حصول هذا الاتفاق اللي ما تمش يعني احترامه من طرف الجانب الحكومي الى حد الان، ولهنا هذا من حق الخيان ابنائنا في الكامور كونوا باش يطالبوا بتفعيل الاتفاقية ذي ولكن مش بنفس الشكلة. لهنا شفنا وان السيد رئيس الحكومة انذاك قال ذي سيتم تعميمه على مختلف الجهات، يعني اعطاء اشارة انطلاق، هيا سيدي هيجوا هيجوا الاولاد هيجوا، هذه معناتها الاشارة متاع الانطلاق. يعني احنا تو رانا في وضع مزري، في وضع مخجل، رانا قاعدنا حتى اضحوكة في العالم اللي كان اكستاندينج اوفيشن متاع 14 و15 جانفي في الكونغرس الامريكي، الامريكي وما ادراك ويني هذيك، وين احنا من جائزة نوبل للسلام في اكتوبر 2015. في موضوع آخر، وبالعودة إلى تقرير محكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري تقول التمويلات الأجنبية المصرح بها للجمعيات لا تمثل سوى 30% من المبلغ الجملي التي تحصلت عليه. ونحكينا على تقرير دائرة المحاسبات خاصة وانت كنت تحكيت مثلا في الخروقات بتاع بي دي جي السابق بتاع البيهاش لطفي العمير، وحتى تمويل الجمعيات وتمويل الجمعيات لطفي كل مرة الحقيقة. التقرير بتاع اللي كان من اللي كانت دايرة حتى من وقت بن علي وأصبحت محكمة، التقارير قيمة جدا ومهمة جدا وخطيرة جدا، لكن علاش عنا سونوغ ميسيرش؟ تونا نسمع سونوغ وبعد نرجع للتعليقات. التمويلات الأجنبية اللي في إطار اتفاقيات أبرمتها الدولة التونسية باش تتمتع جمعيات بأموال تنفيذ مشاريع، حتى هيكل عمومي لا قادر باش يعطينا حجم هذه التمويلات ولا كيفية استعمال هذه التمويلات. واللي وقفنا عليه احنا والأرقام اللي قالها الأخ الكريم، احنا لما معناها توجهنا بطلبات إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، لوزارة التعاون الدولي، للبنك المركزي وللكتابة العامة للحكومة، قصد رفض وجرد هالمبلغ اللي تحصل عليه. إذا معناها اللي وقفنا عليه احنا كونه المبالغ اللي مدنا بها البنك المركزي لا تمثل إلا 30% مما وقفت عليه محكمة المحاسبات. تقول لي كيفاش احنا كيفاش جبناهم؟ احنا رجعنا للتقارير الممولين الأجانب وخرجنا منهم المعلومة، وخذينا من الوزارات القطاعية، خذينا معلومات من عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والمكلفة بالتعاون الدولي، وعملنا التقاطعات وبينا اللي راهي الكتابة العامة للحكومة ما عندهاش المعلومة كاملة، ديجا معنا خرجنا لهم 40 مليون دينار ما يعرفوهاش. لطفي شوف قدامي توا
جرد معناها لآخر الفلوس اللي تحصلت عليها الجمعيات. تحصلت شبكة الأردن المتوسطية لحقوق الإنسان على حوالي 349 مليون من الخارج بطبيعة الحال. تحصلت جمعية منظمة الإغاثة الإسلامية بتونس على حوالي 3 مليارات و565 مليون. تحصلت جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدنين على حوالي 276 مليون. تحصلت جمعية أحباء جمعية أحياء فريانة على حوالي 414 مليون. تحصلت جمعية التطوع على حدود شنيني على حوالي 493 مليون، كلها من الخارج. تحصلت جمعية العون المباشر على حوالي 739 مليون، المصدر جريدة المجهر. يعني أموال تتدفق على الجمعيات من الخارج بآلاف المليارات كي تجمعها، لأنه الجرد اللي كنت نحكي لك فيه شوية من برشا تقريبا من في الأسبوعين هذوما، كي تحكي على عام كامل تلقي المبالغ مهولة جدا. وين تمشي المبالغ هذه؟ وين؟ شكون اللي تبعها؟ شكون اللي دقق فيها؟ هاك سمعت السيدة القاضية فضيلة القرقوري وتقول لك معنا كان فكرة على 30% تقريبا، أكثر من هاك وقت اللي تتوجه المصالح الرقابية متاع الدولة تقول لك راني ما نعرفش. وهما منين خذوها؟ اتصلوا بالجهات المانحة في أوروبا وغير أوروبا، وهي اللي أعطتهم جزء من الحقائق. دونك هذا ملف الجمعيات في تونس تقريبا هو كارثة الكوارث. وكل وزير يجيك المكلف ذاك بالعلاقة مع الجمعيات يتعهد، تذكر مهدي بن غربية خرج وقتها وشنو وقع والعيش والعيش كتابة الدولة تظهر هذا الشيء، لكن هذيك معناها عش الدبابير، لأنه الجمعيات هو الأكسجين اللي تتنفس به الأحزاب وخاصة أحزاب الإسلام السياسي وكذلك الإرهاب في تونس. لكن أنا نحب ربي لأنه وقت تحول دائرة المحاسبات إلى محكمة فرحنا برشا كتوانس، وقلنا المجهود اللي قاعدة تقوم به الدائرة اليوم باش يولي محكمة وباش تولي عنده صبغة معناها تقريرية و تنفيذية معناها حكمية عدلية. لكن وقت تخرج التقارير وتبقى على الرفوف بصراحة تكون الخيبة الكبرى. احنا علاش نوصل للتقرير هذا اللي حكي على الجمعيات وحكي على البلديات وحكي على البنوك وحكي على المؤسسات؟ احنا نحكي على التقرير اللي تعمل على الانتخابات، لانه اللي صاير في اجهزة الدولة ومؤسساتها والتواطؤ عليه والصمت والتستر عليه يقوموا به السياسيين. السياسيين هذو مشكون هاو لقينا فيهم نسبة كبيرة وصلوا للحكم هما بيدهم بانتخابات مزيفة ومزورة، فكيف تطلب من سياسي مارس التزوير ليصل إلى سدة الحكم أنه هو غدوة يتابع ملفات الفساد هذه ويسهر معناها على ملاحقة الفاسدين؟ دونك ماذا بينا نعالجوا المشكل من أساسه، نمشوا معناها يعني حتى الوزراء كلهم متواطئون؟ لا ما قلناش الكل متعديوا معناها بنفس، على الأقل تعطلهم الدوسي هذا اللي شدوا الدوسي هذا، يعني مش فقط معناها تلقى ساعات وشفنا مثلا شدوا العايش الهمامي، شدوا مهدي بن غربية، شدوا محفوظ اللي كان عميد، لا وبعد راهو الملف هذايا اتحال حتى لكتابة الحكومة، تنحى من عند الوزير وكتب عام الحكومة تعطاه، معناها كان رياض الموخر، يعني هذم الكل بشي متواطئون فيه. برشا متواطئون ولا يخاف، يقول لك خلي غادي، مش معناه هو متواطئ مباشر، يقول لك خليه خوي ملف يعني اش مسسني فيه هنا وشوفهم انت الوزراء هذوما كل اشباح لا نعرفوهم كيفاش يخدموا، لا يتكلموا لا يطلعوا يعملوا ندوات لا يصارحوا الناس، معناها يخدموا في سرية تامة. بطبيعة الحال يقول لك حاجتين معناش وزي هو بيدو صح كي مش تحط غادي يختاروه هاك الانسان الثقة اللي يستر على الدوسيات هذية، ما يختار لكش واحد مرامدي كاريزماتي عنده شخصية اللي باش يبدأ يحل ويتشجع ويلقي صدره للضرب، لأنه هنا نحكوا على فلوس ونحكوا على مليارات ونحكوا على مصالح مش جمعيات، نحكوا مصالح أحزاب. دونك يختاروا لك لا 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 للشخص اللي معناها يعطي الطوع نقولوا احنا، اللي يتكتم واللي يتستر واللي معناها يطفي الضوء. هذاك علاش قاعدين نقصي؟ هذا شعطات سياسة التوافق بتاع 5 سنين، استرني نسترك، خبي نخبي،
وهنا قاعدين مواصلين فيه. إلى متى باش تقعد هالتقارير هذية فقط؟ معناها تقارير بين ظفرين، مع احترامنا المحكمة، تقارير استعراضية. إبراهيم مستجي، هي قبل كانت تقارير لا تنشر، ما عاد ولات تنشر التقارير. التقرير هذية فوليومينو 879 صفحة يا لطفي، التقرير هذا حتى نتعامله، حتى نتعامله فهمتني، قريتهم أنا معناها فيهم فضاعات. ولكن فيما يتعلق بالجمعيات راهم تاع عامين فقط، 2017 و 2018، المبالغ المصرح بها 44 مليار، في حين أن المبالغ اللي توصلت محكمة المحاسبات رزتها في التقرير بتاعها 146 مليار مبالغ، حسبتها أنا تو. يعني وشكون مسؤول عليها بدرجة أولى؟ البنك المركزي، ثم بدرجة ثانية وزارة الخارجية. وزارة الخارجية ما نعرفوش الجمعيات اللي تم أعملت أبرد اتفاقيات في إطار التعاون الدولي، متعرف أي اتفاقية في إطار التعاون الدولي منظمة ولا جمعية وإلا بينسور الدولة بطبيعة الحال تمر عبر وزارة الشؤون الخارجية. وزارة الشؤون الخارجية فما حدث التقرير على هبات وأموال دخلت الجمعيات في إطار اتفاقيات شراكة تحت مراقبة وإشراف وزارة الخارجية، جاءت من ألمانيا ومن تركيا ومن قطر. الأموال هذه تحدث عليها التقرير الأخير هذه متاع محكمة المحاسبات. بقي أنه هذايا لطفي منذ حين سرد بعض أسماء بعض الجمعيات، ولكن فما جمعيات أخرى. اللي 146 مليار في عامين لشكون تصبوا؟ وش عملوا بهم؟ فما مراقبة ولا لا؟ مشاو في بلاستهم ولا مشاوش في بلاستهم؟ لأن شنية هو؟ تكفي كونه جمعية تتقدم بمشروع للاتحاد الأوروبي أو إلى أي منظمة دولية أخرى، بنك دولي للحصول عندها مشروع يتعلق بكذا، فهمتني؟ مشروع حول الشباب، حول الطفولة، حول التنمية، حول كذا حول كذا، وتتحصل على التمويل ذاك. ولكن تصير مراقبة بعد ولا لا؟ ما تصيرش مراقبة. المراقبة يلزم تكون داخلية، مراقبة من طرف المانحين. المانحين ربما يجي من تقرير، يكتفي بتقرير، يجي من تقرير من طرف المنظمة هذه والجمعية كونوا راي هاي الأموال وين رصدت، ولكن هو ما يقعدش يتبع بالضبط الدولار هذاك وين مشى وفي مكتوب، والدولارين هذاك في مكتوب شكون تحطوا. ولكن لهنا يلزم يعني للسلطة الداخلية على التمويل هذه الخارجي. انت لتو لا لا السلطة، لا السلطة موجودة، ذكروا التقرير. السلطة جاي من زوز أطراف، الطرف الاولاني هو في الفيغمو وين تمشي، لا طبعا البنك المركزي، بنك فما دفير مو مش يتعدى، يتعدى سيستيماتيك مع طريق البنك المركزي، ومن بعد يحيله هو في الكونت بتاع الجمعيه هذيك. دونك البنك المركزي يعرف المبلغ اللي تعدى للجمعيه، بعد ما يحاسبوش يقول لك انا تعطي رابورك للفون. لهنا التقرير يقول البنك المركزي ما عطاناش المبالغ الكل، يقول لك لهنا فما البنك المركزي قال لك حوالي 27 مليار و17 يقول لك 30%، ولكن المبلغ كله 146. ورينا مثلا احنا الفلوس ورينا البنك المركزي على 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 التقرير خرج توضيح فيما يتعلق المخالفات البنكيه نتاع 170 مليار اللي اوردوا التدقيق مع اللي اوردوا التقرير نتاع المحكمه، وما تحكيش على التمويل نتاع الجمعيه. دونك وضح حاجه البنك المركزي يقول لك المساله هذه من مشمولات الكتاف هيئة التدقيق المالي اللي تابعة بطبيعة الحال البنك المركزي. يقول لك حجم الملفات المتراكمة ما يخليناش نجمو احنا نتابعو، وما هيش اون بلوس مهمتنا، احنا تحويل اموال بعد وين تصرفت الاموال هذيك، ثم اجهزة اخرى رقابية نتاع الدولة التونسية. لكن احنا خلينا نعالجو المشكل من اساسه. هذه الجمعيات تو مازالت تعمل بالمراسيم مرسوم تاع 2011. اليوم في تونس عندك تقريبا 22,000 جمعية، واليوم معناها حتى المسؤولين السابقين تاع الدولة فهموا اللي وقت اللي يخرج من الحكم أسهل حاجة يعمل جمعية ويستعمل العلاقات نتاعو اللي يعملها وقت اللي هو وزير، وتبدأ الأموال تتدفق عليه معناها بسخاء كبير. يعني وقت يدخل الحكم يفهم الدوالب، ياخذ لي بونز ادريس، يعمل كارنيه ادريس به، ويعرف لو مارشي بورتور ولا لو كرينو معناها اللي يجيب، ويخرجوا ويبداو يخدموا بصفتهم وزير سابق. وهو عندنا تو وزيره مازالت كي خرجت هاي عملت جمعيه معناها وتوكلت على الله كيما نقولوا احنا. دونك اليوم ما الذي يمنع مجلس نواب الشعب
انه يطرح قانون الجمعيات. طبعا يراجع المرسوم. هذا ما يساعدش يا ابراهيم، لانه اللي يحكم في المجلس هي حركه النهضه بيدها، هي الحل والربط، وهي ما تحبش تعمل وتجمع معناها قانون يقيد الجمعيات، لانه اكثر واحده مستفيده من انفلات الجمعيات ومن الاموال المتدفقه من الخارج هي حركه النهضه والاسلام السياسي بصفه عامه، لانه الاموال اللي تدخل هذه تمشي شيء للاحزاب هذه وشيء للعائلات نتاع الارهابيين اللي موجودين في سوريا واللي في ليبيا واللي يعملوا في خيام الدعويه، وهذا ملف كبير موجود نجموا تدخلوا وتشوفوا فيه، ماناش قاعدين نختلقوا في شيء من روسنا. لكن وانهي، احنا غاسلين ايدينا من حركه النهضه والاسلام السياسي بصفه عام. رئيس الدوله، انتم تو كنتوا تحكوا على وزاره الخارجيه، هي مش مولات السيد رئيس هكا ولا هي من منظور السيد رئيس اللي هو معناها مسيو بروبر في تونس اللي وعدنا باش يكافح الفساد. هاي يا سيدي ما تشكي من قله صلاحيات، هذا ملف قدامك تنجم تنادي الوزير الخارجي اللي عينته انت سيد جراندي وتقول له نحبك تشتغل لي على ملف تمويل الجمعيات، خلينا نشوفوا شنو صاير في البلاد هذه، تنجمها ولا سيد الرئيس؟ كيما عندك الملف نتاع محكمه المحاسبات وجبت رئيس محكمه المحاسبات وقال لك راهي ثم خروقات في مستوى الانتخابات، ها وخويا فيدك ورقه قضائيه اسيدي باش تواجه بها خصومك السياسيين حركة النهضة وغيرها. لكن نعرف واحنا متأكدين انه به الوقائع هذه خاطر قاعدة تكشف في الحقائق انه رئيس الدولة مشكلته مش مع حركة النهضة. هذا السؤال باش نسألك، مش قلت انت متأكد وانه خصم السيد الرئيس حركة النهضة؟ لا، جاء خصم لحركة النهضة راهو عنده الكادو اللي مده له وهو ملف الجهاز السري والاغتيالات السياسية، لانه تونس السيد الرئيس راهي ما بداتش نهار انت دخلت قصر كرتاج، تونس الجديدة بدأت 2011، دونك انت مشمول باش تهتم بملفات الاغتيالات السياسية والأجهزة السرية والتنصت وغيره وغيره، هذا إذا كان انت بيدك ماكش محل تنصت، دونك هاو في يدك ملف إذا تحب تخوض حرب صحيحة، خلينا نقولوا معركة صحيحة، أما أنك تحط هشام المشيشي لأنه الحلقة الأضعف وتبدأ تتران عليه كاك البوكسور، هذه بصراحة ما عاد ينطلي على حتى حد. به نختم بمقال اليوم. تفضل. لارتيكل دو جور. قرينا لكم في الصفحة 15 من جريدة الشروق اليومية، مشينا للجهات ومشينا تحديدا لولاية جندوبة، موضوع حكينا فيه حتى احنا هوني برشا، نتحدث على مطار تبرقة اللي هو اليوم شبه مغلق وسبعة مليارات خسائر سنوية، تحقيق بقلم عبد الكريم السلطاني. المطار هذا اللي طاقة استيعابه توصل ل 200 ألف مسافر سنويا، الموقع الاستراتيجي متاعه نعرفوه، وجوده في منطقة سياحية، كل الامتيازات عند المطار هذايا باش يولي ربما معناها باش يخلي المنطقه وجهه سياحيه، باش يدخل فلوس لميزانيه الدوله. سؤال مطروح، معناها مطار مسكر وانت تدخله في 7 مليارات سنويا خساره ياكل ميزانيه الدوله، لطفي العمال عليه. ايه تو هذا مطار تعمل في فتره نتاع رخاء اقتصادي. ايه وكانت معناها توجه أننا نجعله من أتبرقة معناها وجهة سياحية سياحية وقطب، وهي تستحق ذلك، يعني أنت كي تشوف الجمال أتبرقة وجمالها معناها وين درام البلاد هذية والكيف وجبولات هذيك. تعرف قبل في الـ 14 وفي 15 سياكل في طنبك وذروة النهضة الأوروبية كانت أتبرقة معناها ما 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 بلاد اللي تربوا فيها الخيول الاصيله اللي قادمه من البندقيه، وكانت لافامي غريمالدي هي اللي انستالي في تبرقة وتعطي لراس الممون تاع الجياد هذوما، وكلها تمشي تتباع للبرنسيبوتي والممالك الاوروبيه، يعني تشهر الجواد اللي يتربى في تبرقة. في تبرقة وبناوا هكا شو اسمه هذاك الفار جينوا اللي موجود في تبرقة، وبعد بطبيعة الحال اهالي عانوا برشا من اللي فامي غريمالدي هذاك، علاش التو يقول لك حاصيل شنو اللي خلى المطار هذا بطبيعة الحال ما يشتغلش، رغم انه معطى هام جدا الشمال الغربي، يعني كيقولوا باجا جندوبة الكيف وبطبيعة الحال تبرقة جالية كبيرة ياسر في أوروبا تعيش البر
يعني بمئات الالاف، وكان الهدف انه اولا يبدا يروحوا ديريكت ما عادش يمشيوا لمطار تونس، وكما قلنا تبارك عنده مقومات سياحة بالسياحه الكل. لكن بطبيعه الحال البلاد بعد هذيك، هو حتى رغم من وقت بن علي ما كانش يخدم بالقدا، خلينا نقولوها بصراحه. صارت محاولات عديده لتنشيطه، لكن في اطار خلينا نقولوا نظره عامه للشمال الغربي، معناها نظره بس خلينا نقول دونيه جدا، خلت صحيت مستكفرين علينا معناها، فهمتني؟ تكونت وحدات فندقيه هامه جدا، لانه تباعت اراضي بالدينار الرمزي وجاءوا مستثمرين اجانب، وشفنا تو حتى مستثمر معناها عربي قطريين بنين معناها تقريبا افخر واحدة فندقية موجودة غادي. لكن انك باش تجي اليوم في ظل الكساد السياحي والكساد المالي وتقول لي انا تو باش نحيي مطار تبرقة، يظهر لي من باب بيع الاوهام. ايه ولكن شوف إيه معناها جستيو اخرى، علاش تقعد إيه كل عام تدخلوا في 7 مليارات؟ عندك فيه خدام لا لا، وعندك صورش خدامة شهر شهري انتراتر لونترت يا اخي، ما مش هاري وخدامة ونساء مساكن منتبرقة يخدموا فيه وشوية موظفين على كذا على كذا، والانتراتر يعني كود دو لارجون بيان سور، كود دو لارجون سي بوكو 7 مليار. اي شنو الحل؟ خلصوا مثلا؟ لا ما شوف شوف نجم هو اذا هذا مثلا تم خلصته لجهه قويه اجنبيه تتعهد بالمطار وبالمنطقه ككل، معناها ربما يكون هذا حل. اما انك تقول لي تونس اليوم في ظرفها الحالي باش تصرف باش تحيي المطار، هذا كلام ما عادش يصدق حتى حل. احنا كيما قلت لك اجعلناش ننقذوا مطار تونس كرتاج. المطار هذايا تاريخه 1992، خلينا لطفي جبد على الشمال الغربي، انه في وقت ما في سبعينات القرن الماضي كانت تبرقه باش تكون عند راهم باش تكون قطب سياحي كبير، ولكن في اخر لحظه تقرر تحويل هاك القطب هذاك الى مكان اخر بهاك الحال، واحقاقا الحق واحد للتاريخ يذكرها. معناتها هذا تم في عهد بن علي في سنه 89 90، قرر كونه باش تبرقه تصبح قطب سياحي، وقرر كونه باش يكون فيها مطار. المطار عنده 240 هكتار، اذا لونترتيان تاعو كوت انورميمون شير، فهمتني؟ ثم انه هذايا المطار هذايا كانت عنده يعني ما يسمى في وقت ذاك معفى من بعض الاداءات، خاصه المتعلقه بالنسبه للوسياه، يعني هو ديوان الطيران المدني، ديوان المدني الى غايه 2008، وخدم كشارتير بالاخص، خدم بالقدام مليح، وخدم ايضا خاصه بالنسبه لجيراننا واشقائنا الجزائريين، كانوا يجيو برشا ويهبطوا غاديكا في مطار تبرقه، خاصه هو اسمه مطار تبرقه عند راهم، زوز مع بعضهم ديما نسوا عند راهم، لان عندك جمال البحر وعندك هذا جمال الغابه نتاع عند راهم. مع الاسف شنو هي المشكله اللي موجوده العويصه؟ هو وانه الناس حتى وقت اللي تهبط في مطار تبرقه، نعرفوا احنا الطرقات اللي موجوده غاديكا، اللي الطرقات راهي صعبه ووعره جدا جدا، دونك ما فماش طريق باش تنجم توصل. انت عندك زوز طرق باش تنجم تمشي لهم، وشفنا الزاكسيدون اللي يصيروا معناتها الحوادث تصير غاديكا، اما تمشي عن طريق باجه ونفزه ومن بعد تتعدى الى تبرقه والطريق واعره، ولكن اذا تعديت عن طريق يعني فرنانه وتعديت عند راهم، التاريخ مش تصبح وعره فقط، تصبح خطره جدا. كان في وقت ما كونوا على الاقل باش يحسنوا الطريق، ولكن الى حد الان الطريق ما تحسنش. نعرفوا انه طرود كان باش يوصل الى غرديماو في سنه 2014، توها في سنه 2021 كي غير وصل البوسيرم فقط. ان شاء الله نقولوا المليح يبطى، ولكن المنطقه هذيك تستحق. تعرف المنطقه نتاع الشمال الغربي بصفه عامه حباها الله يعني بخيرات كبيره جدا، اولا الماء، الغابه والبحر. فما الناس ما تعرفش اللي باجه مثلا فيها بحر وفيها شط من اعز ما فما، شط الزويره، واول واحد خلينا نقولها ما يسيرش يا سيدي للتاريخ، اول جريده تحدثت عليه لابريس سنه 84 تم اكتشافه، معناتها ولا لا على الاقل الحديث عليك الشط هذاك، ولكن مع الاسف غير مستقل. ابراهيم مسلم كتبوا العبد لله ديما وين حسبتك شكون اول واحد عام فيه؟ هو انا القلم، انت شو القلم سول لي زيكري راس. شوف لطفي هو تضارب مصالح، تضارب مصالح، خليني نكمل انا تضارب مصالح. تو احنا نقولوا على مطار في قنطره وجمال ولايه بنزرت، قنطره معناها اليوم موقفه زاده
بلاصة بجمال ومعناها بنزرت وما أدراك بنزرت قنطرة مش مطار قنطرة معناها سي لابون لو دو لا كابيتال لا 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 معنا ولا قلنا مطار كرتاج مطار كرتاج اللي توا بلاصة ولت معناها قلق برشا مسكر الأرض اللي ماخذها وكانت الدولة تبيعها سكرة دخل بها فلوس ما يبني مطار جديد في شيرة بنزرت ولا مجاز البيت وما يبني قنطرة البنزرت وربما يفضل منها لأنه قداش عنا مكتار في سكرة في مخذها المطار المطار 820 هكتار تصور 820 هكتار انت في معناها في سكرة لهنا تحطوا معناها معنى معك المستثمرين وش يبني لك معناها شيء غريب معناها يولي بلاد اخرى هذيك في المترو المربع شوفوا قد 800 هكتار وانت تهز تمشي لانه فما مشروع نتاع بناء مطار في برج العامري ولا في تيك معناها لانه قيت باش المطار اليوم ولا في قلب البلاد مش معقول معناها فما حلول لكن بصراحة فما برشا عرق فما حلول لكن وين العقول لطفي الاتخاذ نعطيك مثال هي راهي المشكلة توا حتى في المطارات توا عملنا احنا مطار نفيذة الحمامات نفيذة ولكن ما فماش إمكانية للوصول توصلوا نعطيك مثال في المغرب مطار الدار البيضاء يبعد عن مدينة حوالي 40 كيلومتر ولكن يا إيمان مطار دولي وقت اللي توصل غاديكا تلقى يعني السكة الحديدية وتلقى التناء اللي يوصلك لأي مدينة توصل لها تنجم تقص تقطع التذكرة متاعك متاع الطائرة وفي نفس الوقت التذكرة متاع التران متاع القطار باش تمشي لأي جهة تحب تمشي لها داخل المملكة المغربية احنا مع الأسف ما فكرناش في هذا تماما. شكرا إبراهيم نوصلاتي هكا نوصلنا لساعتنا الأولى تتفيد مجزمة دي ساعة لو كود كور رجع لاستقبال ضيفنا النائب البرلمان